أختنا الأستاذة أميرة عندها بتقول العصب الخامس وعمل لها مشكلة في الوجه والرجل، بنقول ممكن علاجه بالعلاج الطبيعي جهاز اسمه التنس أو باستخدام الحجامة على الوجه في الأربع أماكن المشهورة. محمد من سوريا بيقول زيادة في الأملاح الأكزاليت وعمل له مشكلة كبيرة، وخد النظام الغذائي وخد نقول له هنا يا محمد في خلل عندك أساسا في التمثيل الغذائي للأملاح، يعني مش من قدر ان انت بتاخد وبتكنس الملح والنظام الغذائي. هقول لك حاجتين لابد انك تداوم عليهم، اولا ممارسة الرياضة وتمرينات التنفس. فواحد يقول تمرينات تنفس مع املاح، اقول نعم، ان بتمرين التنفس بتزداد الطاقة السلبية، او مش سلبية يعني حاجة غلط، لا يعني الضغط السالب جوه الصدر بيزيد، فبيزيد ما يعرف بدفع الدم الى القلب والرئتين. أما الواحد يتحسن قدراته التنفسية بتبدأ تتحسن القدرات التمثيلية للغذاء. نمرة اتنين بنقول لك يا محمد مارس نوع من أنواع الرياضة واعمل حجامة المناعة على منتصف عظمة الصدر وعلى الكاهل.